جيمي محمود شاكر معاهم احلى كلام، كلام يمزج. قبل ما ناخد كلام جيمي وناخد كلام محمود، نكمل الاحتفال مع لاعبي النادي الاهلي العظيمه اللي عاملين اداء عظيم وكبير جدا. كل تشكيله النادي الاهلي زي ما كنت بتكلم من شويه، كل قائمه النادي الاهلي مشاركه في هذا النجاح، مشاركه في هذا الدور الرائع جدا ان الاهلي يفوز ويحمل لقب هذه البطوله في النهايه، بطوله افريقيا للمره 12 في تاريخه. معايا عبر الهاتف الان الكابتن خالد عبد الفتاح نجم النادي الاهلي. الف مليون مبروك يا كابتن خالد. حبيبي كابتن كريم الله يبارك فيك، ايه الاخبار؟ انا زي الفل، كله بخير. اليوم يومك ويوم كل لاعبي النادي الاهلي، الفرحه دايماً حلوه دايما دايما كده، فرحانين وكلنا بخير والحمد لله. بطوله عظيمه، بطوله افريقيا، وطبعا بشكر الجمهور جدا، وبندي البطوله للجمهور زي كل البطولات اللي خدناها بسبب فضلهم يعني. كابتن خالد الاول كده، البطوله رقم كام كده معاك؟ 8. انت 8 كده؟ 8 بطولات. يا بختك. يقولوا دايما اللي يلعب في النادي الاهلي يا بخته وهناه وسعادته. طبعا طبعا طبعا، 8 بطولات في موسم او في سنه يعني، اقل من سنه الحمد لله، واثنين افريقيا حاجه عظيمه، رقم كبير جدا الحمد لله. كنت بتكلم مع الكابتن رامي من شويه، كابتن رامي ربيعه، وبيقول الميزه في الاهلي ان كل اللاعبين بيشاركوا ما بيشاركوش، كلهم بيبقوا عايزين الفرقه تنجح، الفرقه تكسب. بيبقى كل واحد نفسه يلعب، بس كل الناس نفسها تكسب، وكل الناس الاهلي هو الاهم بالنسبه لهم. والاهم من ده كله ان هم النهارده كلهم كانوا بيشاركوا في الاحتفال، وانت منهم يا كابتن خالد. اكيد طبعا يا كابتن، كله بيتمنى يلعب، لكن في الاول وفي الاخر احنا فرقه، وروح الفريق هي اللي بتكسب في الاخر، وهي دايما الهدف الرئيسي للفرقه. والبطوله طبعا البطولات بناخدها، الخير بيعم على الكل وعلى الجمهور، وكلنا بناخد البطوله بتتكتب في تاريخنا. فطبعا اللي بيلعب واللي ما يلعبش طبعا كلنا نتمنى نلعب، بس كلها بتتحسب لنا في تاريخنا وبديت خبراتنا، وطبعا حاجه عظيمه يعني اللعب او ما لعبش. عدت عليك المباراه النهارده صعبه؟ حسيت فيها مراحل صعبه في المباراه؟ ايه كانت اصعب لحظه؟ طبعا يعني. طبعا اي نهائي طبعا بيبقى صعب، خصوصا مع فرقه زي الترجي، نهائي افريقيا، جمهور، ضغوطات، توتر، خصوصا النتيجه الاولى كمان هناك 0-0، دي نتيجه ممكن تخدعنا شويه. نتعادل بره الارض 0-0، لو اي تعادل ايجابي هنا تخسر، فكانت طبعا موتره لاخر دقيقه. الحمد لله انا عملنا اللي علينا وخدنا اللي احنا عايزينه. كل شويه كل يوم والتاني كده خبر خالد عبد الفتاح ومارسيل كولر، ومارسيل كولر وخالد عبد الفتاح، لا ده زعلان، ده متضايق، لا ده بيتكلم مع المدرب، المدرب بيتكلم معاه، لا خالد عبد الفتاح ماشي، لا خالد عبد الفتاح قاعد. الكلام ده لما بتسمعه بتقول ايه؟ عادي والله، متعودين بقى، انت فاهم احنا في مصر والنادي الاهلي نادي جماهيري، والناس مهتمه باخبار الاهلي واخبار لعيبه الاهلي، فطبيعي يعني تسمع كلام كتير، بس الحمد لله الامور مستقره والامور زي الفل، مفيش اي مشاكل. وجهات نظر فنيه، لسه راجع من اصابتين ورا بعض، ممكن يكونوا بعدين شويه. نستعد بقى ونعمل اللي علينا وبنتمرن، وفي الاخر الاول وفي الاخر اللي جاهز هو اللي بيلعب يعني. صحيح، جمهور النادي الاهلي النهارده عمل شغل عظيم جدا في زي كل مره بصراحه يعني. صح، كنا بنلعب يعني، حرام ده كل العدد ده كله والناس دي كلها والاسر والاطفال والسيدات والرجاله والناس الكبار، كان من كل الفئات موجودين، حرام يروحوا زعلانين يعني بصراحه. وانتوا روحتهم فرحانين؟ الحمد لله راحوا فرحانين، ربنا كرمنا وكل مجهودنا بنكسب الحمد لله. كابتن خالد عبد الفتاح نجم النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، والف مليون مبروك مره اخرى.